السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة من ريدس راح نحكي عن كيف ممكن نستفيد من ريدس ككاش داتابيس مع الباترن الشهير يلي هو المايكرو سيرفيس. قبل ما نحكي كيف ممكن نستفيد من ريدس مع مايكرو سيرفيس، خلينا بس نعطي هيك لمحة بسيطة جدا عن المايكرو سيرفيس، كيف ممكن يكون شكلها. غالبا بيكون شكل المايكرو سيرفيس هو بهي الطريقة. في عنا end user سواء من خلال موبايل اب، من خلال ويب اب، من خلال سيرفيس ثانيه. المهم في عندنا هون اوبجكت بيحكي مع اي بي اي جيت واي، وفي حال وجود اي بي اي جيت واي فمعناتها في عندنا اي بي اي جيت واي باترن. هذا الباترن بيحكي مع مايكرو سيرفيسز اخرى. بغض النظر ايش البروتوكولز اللي بيستخدموها وكيف بيستخدمها وايش الداتا اللي بترجعها، المهم غالبا بيكون بهذا الشكل، او قد لا يكون غالبا، ولكن هذا اكثر خلينا نقول الباترنز شيوعا. وجود اوبجكت او في عندنا سيستم او سيرفيس او بروسيس عم بتنادي اي بي اي موجوده في اي بي اي جيت واي، والاي بي اي جيت واي بتحكي مع ايش؟ مع المايكرو سيرفيسز. طبعا غالبا المايكرو سيرفيسز هدول، يعني مثلا لو جينا على هاي، غالبا هاي ما بتحكي مع هاي بشكل دايركت، يعني ما في كونكشن، ما في اتش تي بي مثلا ريكويست بين هاي وهي 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 وهي، والا بيصير عندك شيء بيسمى ديستريبيوتد مايكرو سير ديستريبيوتد مونوليثيك. فانتبه. طبعا نحن ما راح نتطرق لهي التفاصيل، لكن انا حبيت اعطي هيك لمحه عن المايكرو سيرفيسز كيف بيكون شكلها. في عندنا مجموعه موديولز منفصله، في عندنا هون خلينا نقول كوليكتور او اي بي اي جيت واي بيحكي مع هاي الداتا، بيكتب فيها او مع هاي السيرفيسز بيكتب فيها وبيقرا منها وبيرجع لمن؟ للبروسيس او للاند يوزر. طب انا كيف ممكن استفيد من ريدس ككاش عشان ازيد الافيليبيليتي بلس ازيد البيرفورمانس الخاص في المايكرو سيرفيس، ازيد البيرفورمانس الخاص في المايكرو سيرفيس، وخاصه طبعا في الريد. هون غالبا يستخدم هذا لانه الكاش عاده يستخدم في الريد. لنفترض نحن في عندنا اند يوزر او في عندنا موبايل اب او في عندنا اي اوبجكت عم بيحكي مع سيستم، سواء هذا السيستم هو اي بي اي جيت واي او اي شيء اخر بغض النظر. اجى ريكوست من الاند يوزر او من الكلاينت للسيستم تبعنا. السيستم تبعنا طبعا هون عم نحكي عن الفائده. ايش هي الفائده؟ انه نتبع هي الخطوه، نروح نحكي مع الكاش، نحكي مع ريدس، نقول له الريكوست اللي بعته الاند يوزر او اللي بعته الكلاينت هذا هل هو افيلبل في الكاش عند ريدس؟ قد لاول مره يقولنا لا ما هو موجود. اول مره الاوبجكت او البروسيس تطلب الداتا هي، يعني مثلا افترض طلب معلومات خلينا نقول لقب معين، اسماء الدول على سبيل المثال يعني، او اسماء المدن بدلاله المناطق الى اخره، او معلومات طلب معين اوردر. اول مره بيقول لك والله ما موجود في الكاش. طب انا ايش بسوي؟ بروح للمايكرو سيرفيس بقول له للمايكرو سيرفيس اعطيني الريكوست اللي رقمه 3 مثلا. فالمايكرو سيرفيس ايش بتسوي؟ بتروح بتجيب الداتا تبعها من الداتابيس، يعني هون في عمليا داتابيس مثلا، او ممكن على رام سيرفيس ثاني ما بيهمنا. هون مثلا يفترض الداتا بيس، ما بنعقد الامور، قرأوا من الداتا بيس. الخطوه الثالثه بروح بيكتبوا في الكاش. انتبه على هذا الباترن، بروح بيكتبوا من الكاش. الكلاينت طلب من السيستم، السيستم راح طلب من ريدس، ما لقى، راح عند المايكرو سيرفيس جابت الداتا وحطتها في الكاش. بعد ما حطتها في الكاش سوت لوين ريتيرن للسيستم، والسيستم طبعا رجعها للكلاينت سواء اند يوزر موبايل اب او ويب اب الى اخره. طب نحن هون ايش بيكون استفدنا؟ بيكون استفدنا في الخطوه اللي بعدها. افترض الاند يوزر رجع طلب نفس الاوبجكت، نفس الداتا، نفس الكونتريز، نفس الريكوست بنفس الاي دي. فبيروح عند السيستم، بيروح عند السيستم، السيستم وين بيروح؟ عند ريدس. بيقول له هذا الاوبجكت او هذا الريكوست اللي رقمه 3 هل هو موجود عندك؟ هل اللوك اب تبع الكونتريز موجود في الكاش؟ ايش بيقول له؟ بيقول له موجود. فبنتهي هون الريكوست. لاحظوا هون ايش اختصرنا؟ اختصرنا الخطوات اللي كانت كلها بعد هذا، يلي هي كول لريكوست لسيرفيس، وبعدين كول لداتا بيس، انه نخزن الداتا في الكاش. لاحظوا هذا ايش بيفيدنا؟ هذا بيفيدنا بالبرفورمانس. بدال ما انا اروح 3 خطوات زياده، اروح اطلب سيرفيس عن طريق النتورك، وبعدين السيرفيس تروح على الداتا بيس تجيب لي داتا، وبعدين انا احطها في الريدس كمان عن طريق النتورك، هذا كله اكسبنسيف، هذا كله مكلف من ناحيه بيرفورمانس. مجرد انا جبته ريكوست واحد للريدس، لاحظوا اختصرت ثلاث ستيبس بستيب وحده، ورجعنا الداتا من الكاش
كتبناها وين؟ رجعناها للكلاينت. طب النقطة الثانية اللي استفدناها من خلال استخدام ريدس ككاش مع مايكرو سيرفيس، افترض فرضا انا ما بدي اسوي كاش، تمام؟ يعني انا ما كثير يعني خلينا نقول مهتم في البرفورمانس، وبالتالي انت دائما دائما انت مضطر تروح للمايكرو سيرفيس، والمايكرو سيرفيس تروح للداتابيس، والداتابيس ترجع، وبعدين مايكرو سيرفيس ايش ترجع. بوجود الداتا في الكاش، بوجود الداتا في الكاش في ريدس، انت بتكون ضد الافيلابيليتي الخاصة بهي الداتا. يعني بدال ما كان السورس الخاص بلوكاب الكاونتريز أو بالريكوست هو فقط المايكرو سيرفيس اللي قد تكون داون، يعني قد تكون في مشكلة نتورك، قد تكون السيرفيس نفسها فيها مشكلة، قد يكون النتورك ما هي ستيبل إلى آخره، قد يكون في ضغط على السير، قد تكون داتابيس داون نفسها. فأنا حطينا الداتا حطينا الداتا في ريدس، يعني صار عندي additional resource أو additional source للداتا اللي أنا محتاجها، وبالتالي احتمالية إنه يكون two sources من available، يعني قد يكون يعني، وهذا احتمال إنه يكون الداتا كمان redis down أو مو available لسبب ما، وهذا not available، وبالتالي اثنين not available، لكن احتماليته تتوزع على two sources، فصار في 50 يعني البرسنتج بيختلف. هون إذا كان هذا down أو الكونكتيفيتي لسبب ما المايكرو سيرفيس هي نت ريتشبل، فمية في المية السيستم ما راح يقدر يخدم الكلاينت. لكن بوجود هاي اللاير من الكاش، احتمالية إنه يخدم السيستم يخدم الكلاينت صارت أكبر، لأنه الداتا موجودة في مكانين، وبالتالي الأفيلابيليتي تبع الداتا والسيستم تبعي صار أكبر. افترض فرضا انت عم تسوي مثلا ديبلويمنت، في فرضا يعني عم تسوي ديبلويمنت للمايكرو سيرفيس، وبالتالي اضطرينا نسويها داون لسبب ما، عم نسوي مينتنس على الداتابيس، الداتا ستيل موجوده هون. لاحظ هذا تماما مفصول عن هذا الطرف. طبعا ممكن واحد يسال، طب افترض الداتا تغيرت، يعني انا كان عندي الريكويست اللي جبته رقمه 3 كان حاله الطلب جديد فرضا، والطلب تغير، لسه أنا عم بقرام الكاش outdated. طب إيش الحل؟ هذا الحل بنشوفه في سيشن أخرى، بنشوفه في فيديو آخر. نحن كان هدفنا في هذا الفيديو أنه نركز على نقطة كيف ممكن نساعد باستخدام ريدس على البيرفورمس حقيقة مع المايكرو سيرفيس باترن، وكيف ممكن نزيد الأفيلابيليتي الخاصة بالداتا تبعي من خلال استخدام ريدس كاش مع مايكرو سيرفيس. هذا باختصار حول هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.